السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نعمل سقف معلق احترافي بشكل سهل جدا وممتع أيضا. خلينا نتابع مع بعض هالفيديو التعليمي ونتعلم منه أول بأول. أنا سيف الكردي، لكم مني كل الحب والاحترام، وإن شاء الله راح تستفيدوا جدا جدا بهالفيديو. اللي بيقدر يدعم القناة على كلمة شكرا، احنا شاكرين له عشان نستمر بنشر الفيديوهات التعليمية. والآن كالعادة بنركب الليزر بالمكان اللي احنا بدنا نخصص له الشغل اللي بدنا نشتغله، وبننزله على النزول اللي بدنا اياه. احنا هون منزلينه 23. طبعا 23 راح تعرفوا كمان شوي ليش احنا منزلينه 23. طبعا مثل ما شفتوا على الفيديوهات السابقة كيف بتركب اللي هو الشرشف النازل ما قبل السقف. طبعا تضربها اكس من الوسط عشان تبلش ترسم الرسمة اللي بدك اياها. النقطة اللي بعديها اهم نقطة للرسمة هاي اللي شفتوها في بداية الفيديو، انه تأخذ من هذا الجانب مثلا 40، بعدين تأخذ قياس اللي ما بعد 40، يعني شو الناتج اللي عندك، 60 70 120 130، هذا اللي ما بعد ذلك اللي بهمنا. بهمنا اول نقطة ان نأخذ القياس الحقيقي اللي هو 40، تمام، من الجنب، عشان لما بدنا نيجي نغلف من تحت نمشي عليه. طبعا اخذنا من النص لهاي المنطقة، الا وهي القياس الناتج ما بعد 40 من الجنب، سواء كان 120 130 140 160، ما بهم. فانا ما بدي ادلك شو القياس اللي انا اخذته، بس انا اعتمد على هاي النقطة انه انا اخذت 40. طيب بامكانك تاخذ 50، اخذ 50. طبعا هنا من ما بعد الوسط بناخذ 30 من الجهة هاي و30 من الجهة اللي قباليها. طبعا احنا في بداية لما اخذنا القياس الحقيقي بعدنا عنه كمان 40 عشان يكون التابلو اللي ماشي معنا. اخذنا من هنا 30 ب30، بعدين رجعنا لورا لاخر اشي، اخذنا القياس اللي اخذناه ما بعد 40 في بداية الرسمة. ما بتعجبك بس ركز معاي بتكون امورك تمام. رجعنا من القياس الحقيقي اخذنا من هنا 40. ليش؟ لانه انا الرسمة بدها تطلع معي 20 سنتي 18 سنتي 19 سنتي، فمن هذا القياس اللي انا بدي اخذه. الان هاي الزاوية او هاي الفرجار احنا اخذناه من الثلاثين اللي ما قبل، يعني من الجهة الثانية، تمام، واخذناها على نهاية اللوح نهاية الرسمة. يعني لما بدي ارسم، عشان انا هذول دائرتين متقاطعات، باخذ من الثلاثين اللي ما قبل القطع بالوسط وللثلاثين اللي قبليها، عشان ايش؟ انا امشي واشتغل الرسمة اللي قدامها عشان تعمل معي قطع. طبعا رسمنا هاي الرسمة اللي هي الدائرة الاولى. طبعا بالعادة لو انت اجيت اخذت 40 واخذت القياس الحقيقي من الوسط بتاخذه، هاي مرة ثانية بكرر لك، بعدين بتعطيه على الطرف الثاني القياس الحقيقي بترجع منه 40، تمام، بعدين ترجع على الوسط بتاخذ 30 منه من اليمين 30 من الشمال، عشان تكون هاي نقطة الوصل للي قبالها، والثلاثين الثانية نقطة وصل للثلاثين اللي بعديها. طبعا في فيديو هسه برفق لكم اياه طريقة الرسم بشكل نظري على الفيديو، طبعا هو موجود على اليوتيوب وراح تشوفوه وتشوفوا طريقة الرسم. يعني لو ما وضحت لك الصورة هون بتوضح لك على الرسمة اللي انا راح ارفق لك اياها بالفيديو الان، او رفقت لك اياها. مثل ما انتم شايفين خلاص عملنا دائرة يمين ودائرة شمال. هاي الدائرة مأخوذة من الثلاثين المعاكسة إلها، طبعا انت شايفة انها من نفس الاتجاه، ولكن هي اتخذت من النقطة هاي للنقطة الثانية، والفرجار واحد، يعني خلاص بتفكوا من هون بتركبوا على الجهة الثانية.
ومثل ما انتم شايفين الفيديو اللي انا مرفق لكم اياه راح يبين معاكم الرسم. طبعا الرسم اليدوي غير عن الرسم العملي، في اختلاف، في شيء من الاختلاف. يعني بعض الاحيان الواحد بنصدم هو قاعد بيرسم، بقول لك طيب انا هاي الرسمه شفتها مثلا عند سيف على اليوتيوب او عبيت الاحلام للديكور، تمام، بس لما اجيت اطبق في عندي اختلاف. نعم في عندك اختلاف، ولكن هاي الطريقه خلاص توضح لك، بحيث انك شو تعرف كيف بدك تسوي. هاي رسمنا الدائرتين متداخلات ببعض، تمام، ومنظرهم شوي معجوق. والان احنا بدنا نضيف رسمه من الوسط عشان ما تكون نقطه ميته، نحط رسمه من الوسط من هنا لهنا 10 سنتي، من هنا من الصفر للبدايه 10 سنتي، عشان الشرشف يكون 20 سنتي لما يجي عند القصص، ومن الجهه الثانيه 40 سنتي. يعني لو اجينا قلنا هنا 20 ورجعنا فرغناها 20، بصير عندي شرشف الاناره المخفيه 10 سنتي من هون 10 سنتي من هون، والفارغ بكون 20. مع الشرشف من اليمين والشرشف من الشمال شو بصير عندي؟ بصير عندي تقريبا 18 او 17 سنتي. والان بعد ما رسمنا هاي الرسمه بنرجع وكاننا قاعدين بنسوي سقف فلات. طيب سقف فلات كيف بنسوي؟ موجود عندي فيديو تعليمي او فيديوهين تعليميات كيف تعمل سقف فلات من الصفر الى الاحتراف. بنقسمها ستينات مثل ما انتم شايفين، 60 ب 60 ب 60 ب 60. ليش؟ عشان بدنا نرجع ننزل سيشنال واوميجا من المناطق الفراغات الكبيره. هاي الفراغات الكبيره ما بزبط ان انا اجي اركب لوح طوله 120 ب 240 على بس ماسك فيه على الشراشف. فاذا بدي اضرب خط العلام مثل ما انتم شايفين بالطريقه هاي، بحيث اني احدد، طبعا ما قبل الحديد، بحيث اني احدد المناطق اللي بدي احط فيها سي شنل. هاي علمناهم بخط الاعلام على ستينات. بدك تتعلم طريقه سقف الفلات بشكل احترافي موجود. طبعا احنا علمنا الخيطان، ولكن الان بنبلش بنشفر الزوايا. طبعا هاي الزاويه داخلي لانه الشرشف بده يكون من الخارج عفوا بده يكون من الخارج الشرشف، والشرشف اللي قباليه يعني على الدائره اللي بعديها بتكون الدائره نفس السيستم معاكسي. ايوه بالطريقه هاي عشان يركب الشرشف من هون ومن هون بكل سهوله. يعني الفيديوهات باعتقادي على بيت الاحلام للديكور واضحه جدا، يعني سواء شرحناها او ما شرحناها. انا بنزل بعض الاحيان فيديو بدون شرح وفيديو بشرح. في ناس بيحبوا يسمعوا مثلا بشرح، يقول لك لا انا بدي اعرف شو الخفايا شو الخبايا شو الاشي اللي مخفي بهالفيديو بدي اتعلمه. وفي ناس بيقول لك لا انا بدي اتفرج لانه انا عندي خلفيه بهالاشي، خلينا اشوف شو التقنيه اللي قاعد بيشتغلها سيف وبدي اطبق عليها واطور عليها اسوي اللي بدي اياه. وحبايبنا كثار الحمد لله رب العالمين، كل الوطن العربي، العراق، الجزائر، مصر، الأردن بلدي، والمغرب، تونس، الجزائر، السعودية، الخليج العربي كله، فلسطين، لبنان، سوريا، كل الحب والاحترام لهم جميعا. طبعا هيك ركبنا الحديد كامل، لكن بقي شيء مفقودا. الإشي المفقود شو هو؟ إنه إحنا بعدنا مش مركبين اللي هي كأنه إحنا بدنا نسوي سقف فلات. طبعا هاي القياسات أنا بكون كاتبها على الشراشف، وهاي السهم إنه هاي بداية القص من الدائرة الأولى عشان الواحد ما يتخربط. فرضا أنا صارت عندي مشكلة بده يطبق مثلا فني غيري الشغل هذا، خلص هاي القياسات موجودة، كل إشي مكتوب، تمام، ما بتتغلب. لانه لو يجي حد يطبق وراك وانت مغلف ومسكر مثلا ببين معاه 100%. الان هنا صار عندنا القياس 13، طيب هل انه انا بحاجه ليزر انه احط ال 13؟ لا، كل الجهات 13 جاي معي، اصلا العيب مخبيه من فوق. شوفوا كيف
هاي قطعة الجبسن بورد. الشرشف ماسك من اليمين ومن الشمال، الأبيض بده يكون إيش؟ عكسها. والآن بنركب الزاوية اللي هي على 13. طيب لو قلنا ليش 13؟ لأنه التابلو بده يكون تقريبا سنتي سنتي وربع 2 سنتي حسب الجبسن بورد اللي موجود عندك أو الخمل اللي عندك تشتغل عليه. فهاي هنا بنركبها الزاوية اللي هي على ارتفاع 13، وبعدين بنركب كأننا قاعدين بنسوي سقف فلات اللي هو السي شنل. ركبنا على جنب زاوية وعلى السقف سي شنل. وقعت الكحمرة إلا شحطة. شايفين كيف السي بنركبهم طبعا باتجاه واحد، يعني لجهة واحدة، ما بصير اني احط واحدة مثلا لليمين واحدة للشمال، لانه في السي هاي بده يركب عليها سي ثانية، وبعدين بده يركب عليها اوميجا من الاسفل عشان يتجمع عليها اللوح. بلشت تجينا المسجات، خلينا نطفي التليفون. طبعا الشرشف المنطقة الوحيدة اللي انا بجيب معي فيها حدا انه يركبها معي. طبعا بامكانك انك تشرح الشرشف، وبامكانك انك تركب الشرشف على متمته. طيب لو بدنا احنا الشرشف هذا ينحني معي اكثر، بشمم ريحة المي، يعني بسفنجة بعطيه شوية مي بحني معي طريقة اسهل، بوزع البراغي بشكل عام. طيب هسا الشراشف هاي اللي راكبة تمام، هل هي فعليا نازلة للنزول اللي انا بدي اياه؟ اكيد لا، لانه السقف فيه ميلانات وفي اشي طالع واشي نازل، فما بزبط معي مثل هيك شرشف اني اجي انا اركبه مباشرة تمام. فاذا لانه السقف من فوق احنا ما سوينا فلات بعدين الرسمة، بنزود الشرشف عشان نقصه على الليزر اللي هو الليزر اللي احنا حطيناه ونزلناه على 13 سنتي. المناطق الضيقة مثل ما انتم شايفين انا مقصقصهم، يعني مشفرهم تشفير من الخلف على الاسود تمام. طبعا اذا كانت مثلا بدها على الابيض بتتسوي على الابيض، بدها على الاسود على الاسود، الاسود اللي هو من خلف اللوح تمام. مشفرها على 5 سنتي ليش؟ لانه الدائره فيها مجال انه انت تقدر تشفرها على 5 سنتي، ولكن الدائره الصغيره هاي الصغيره هاي اللي خلفي مباشره، هل بزبط انه انا اسويها على 5 سنتي؟ اكيد مستحيل. طيب هل بزبط اني اركب القطعه كاملة بدون تشفير؟ أكيد لا، لأنها منطقة ضيقة بده يكسر معي اللوح حتى لو أنه أنا طريته بشوية مي مثلا. طبعا لما أنت تطريه بالمي مفروض أنه أنت تركب الزاوية السفلى ثاني يوم تمام، لازم تركبها ثاني يوم. مثل ما أنتم شايفين لما تكون عندي مناطق ضيقة زي هيك انا بركب بايدي لحالي، اضطريت انه ينزل معي مساعد بالشرشف لانه مترين واربعين، ولما انا بدي اجي احني ممكن يكسر معي، ممكن يصير فيه مشكلة، فبتضطر انك تسوي زي. طيب هاي الدائرة الداخلية، شوفوا التشفيرة اللي فيه مبين 2 سنتي، مبين التشفير اللي فيه 2 سنتي على عكس الشرشف اللي بالدائرة اللي اكبر منه. شوف شفرناها على 5 سنتي. طيب المناطق الواسعة ما شفرناها نهائيا، أسهل للمعجونة وأفضل، يعني تعطيني الشكل اللي أنا بدي إياه. طبعا مثل ما بتعرفوا أنه في عنا فيديوهات تعليمية بي بي سي يو بي جبسن بورد جبسين قرميد لسه ما نزلنا، بس ان شاء الله لقدام شوي هيك بس على فضاوية. والان بنقص الزيادات، اعطينا ضوء الليزر وبلشنا نقص على ضوء الليزر. سبق انا حكيت بفيديو عن الليزر
انه انا بستخدم الليزر الاخضر لانه مش زي الليزر الاحمر، بعطيني تشتيت باللون. طيب لو انا بدي اجيب ليزر الماني، الليزر الالماني كويس وممتاز مثلا او اوروبي من نظيف، لكن مثلا سعره غالي جدا. تمام، الصيني كويس سعره طري، لو وقع وانكسر تحسفش عليها $100 $150، تزعلش عليها كثير مثل ما بدك تزعل على مبلغ 500 دينار اردني، يعني مبلغ كبير. هاي الزيادات بنقصها على الليزر عشان يطلع معاي سقف كلياته فلات، لما يجي مثلا مهندس يكشف وراك يشوف طبيعة شغلك بلاقيه 100%. والآن كذلك الأمر، بنبلش نقص بالشراشف الزايدة. وما بنخليها بالطريقة هاي، خلص بنقص كلياته على الليزر مثل ما انتم شايفين. خلينا نسرع الفيديو شوي عشان ما يكون الفيديو طويل. لا انها يعني الفكرة وصلت. والآن بعد ما أنهينا قص الشراشف على الليزر، بدنا ننتقل على الخطوة اللي بعديها. اللي هي بنقص أو بنشفر الزوايا السفلى، وبنركب زاوية على الشرشف من الأسفل على صفحه. صارت عندنا زاوية من فوق وزاوية من تحت. طبعا دوائر دائما بتاكل شغل كثير كثير كثير، عشان هيك معظم أو في ناس من الصناعية اللي بيشتغلوا تجاري بدوروا، بقول لك أنا بعطيك سعر وبحرق لك مش عارف إيش وكذا الآخري، بدور على مربع وعلى مثلث على مستطيل بحيث إنه يكون أوفر عليه ماديا، تمام، ويشتغل بالطريقة الخفيف عليه يعني. والآن بعد ما ركبنا الزوايا بنركب السي على السي، كأننا بنسوي سقف فلات مثل ما قلت قبل شوي، انه في عندنا فيديوهين تعليميات عن طريقة عمل سقف فلات. نفس السيستم، انت هون قاعد بتسوي سقف فلات، نفس السيستم في بالفيديو او في فيديوهات سابقة كيف انك تسوي التابلو اللي هو على الدائر اللي هو سوينا اول اشي وما شرحنا عنه، لانه خلاص هذا الفيديو مشروح جاهز، فموجود انك انت تيجي تحضره وبتوزع السيشنال على السيشنال بالطريقة هاي على المناطق الفاضية اللي يعني مثلا اكثر من 60 سنتي، وبتركب السي على السي وبتبلش تجمعهن ببراغي. شوفوا مثل ما انتم شايفين هنا بنص النقطة اللي انا عاملها على 60، واللي قباليها نفس الاشي على 60، بوسط الستين طبعا، دائما 60 وسط مثل ما بتشوفوا هون فيديوهات التعليمية عن طريقة عمل سقف فلات. حامل ومحمول سي سي، بعدين أوميجا على السي السفلية، والزيادات اللي زي هيك بتقصها أو بتشفرها. ليش؟ لأنه هاي الزيادات ممكن إنها تصيب اللوح أو تنزل اللوح. والآن بنبلش نركب باللوح، بنغلف السقف تغليف كلي كأننا سكرناه تسكيرة سقف فلات. طبعا الشغل لازم يكون زقزاق، يعني ركبنا اللوح من هون من الجهة الثانية نص مثلا نقباله نص، بصير عكسي، بصير انا اركب لوح كامل بعدين بعديه نص زقزاق للوح، مثلا الاول لوح كامل قباله نص البعديه نص بعدين لوح كامل عكسي عكسي عكسي، زي ما انتم شايفين هيك عكس بعض، لوح كامل لوح مقصوص لوح كامل لوح مقصوص لوح كامل لوح مقصوص ومعكسات بعض. ليش؟ عشان عند المعجونة تمام يكون زقزاق ويعطيني كأنك قاعد تعمل ودع
ما يطلع فيها اخطاء. كثير من الناس اللي تشتغل معجون بيقول لك انا بدي اخلص مثلا بيوم، وانا بدي اسوي لك المعجون ما تخلص، مستحيل. بدك تشتغل شغل هندسي مستحيل، بين الفيلر ومعجونة الكنف مثلا او المعجونة الطلس والتشييش، بدك تعيدها وجهة اول وثاني وثالث، فبين في عيوبه. الاصل انك تعمله زجزاج السقف. والان بتركب التابلو السفلي لانه هذا خلاص بس تابلو انارة فرنسي مستقيم ما فيه حركات، يعني بيعطيني الجمالية عشان ما يكون بس سقف في رسمة، لا في عندي تابلو كمان من الاسفل. وهيك السقف جاهز للرسم. طيب الان شو بنعمل؟ بناخذ القياس هذا. اول الفيديو شو اخذنا؟ 40، وهنا بنرجع بناخذ 50 عشان انا بدي اعمل شرشف انارة مخفية. برجع باخذ القياس من الصفر لهون، تمام، اللي هو قديش الناتج، الناتج الكلي شو كان بالضبط. برجع باخذه بعلمه هذا القياس بالمكان تبعه. والان باخذ من هون قياس، برجع بعيده 30، هذا القياس الوحيد الذي لن يتغير اللي هو 30، لانه هذا نقطة ارتكاز 30 من اليمين و 30 من الشمال، لانه الفرجار بده يلف من هاي المنطقة. ثبتناها على 30. طيب القياس اللي اجينا اخذناه ما بعد القياس اللي هو 50، بنرجع عنه 20، مش اخذنا 50 بنرجع عنه 20. ليش انا اخذت اول اشي 40 من الجنب؟ لا، برجع منه 20 لانه انا بدي يكون عندي الفارغ من كل الجهات 20 سنتي. يعني انا صفى معي اني اخذت الجهة بس جنب واحد قياس اللي هو 50، ورجعت حطيت نقاط الارتكاز اللي هي 30 ب 30. يعني ما في اشي ثاني كان صعب او كذا، رغم انه انت بشوف الشغل هذا لما تيجي ترسمه كثير بقول لي والله العظيم معقدة مش عارف اسويها. سهلة بس انك تكون مركز كيف بدك توزع، كيف بدك تشتغل. مثل ما انتم شايفين عملنا الفارغ كلاته قديش؟ 20 سنتي، وفي دائرة طبعا اللي هي بالوسط. بتفكها وبعدين بترسم دائرة ثانية على 30 اللي قبالها، تمام، وبتعمل دائرة ثانية اللي هي فارغها 20 سنتي. الأولانية كانت على الحديد فارغها 40 سنتي. ليش؟ لأنه أنا بدي أعمل فيها إنارة مخفية. طيب لو بدي أعملها بدون إنارة مخفية مش منظر، مش حلوة. إحنا أصلا الأسقف معلقة حلو فيها أن يكون فيها إنارة مخفية. الآن من فترة طلع نظام البروفايل، بروفايل بجنن كثير وحلو حلو. يعني في عندنا فيديوهات إن شاء الله على البروفايل راح نفرجيكوا إياها، وراح تستمر لسنوات لأنه بروفايل كثير معطي جمالية هائلة، لأنه بيجي مسح مع السقف نفسه. طبعا على قناتي أو على صفحتي على الفيسبوك اللي هي بيت الأحلام للديكور موجود فيديوهات أكثر أعم أشمل. طبعا هيك بنكون انهينا الدائرتين المتداخلات. طبعا لازم يكون الدائرة هاي فيها قطع من الجهة هاي، والدائرة الثانية فيها قطع من الجهة الثانية. بس اول اشي بنرجع بنرسم الرسمة الاولانية. الاولى اخذناها 10، بعدين بعد 10 حطينا اللي هي 40، الان لا صارت 20 بعديها 20 عشان يكون عندي الإنارة المخفية داخلي 10 من هون و10 من هون. فالرسمة واضحة 100%. والآن بناخذ القياس اللي بدنا نفرغ
فيه من الجنب من اليمين والشمال، وباعتقادي انه الفيديو اللي ارفقت لكم اياه في بداية الرسمة اللي هو موجود عندنا في قناة الأحلام بيت الأحلام للديكور بيعلمك كيف انك تعمل قطع فصل ووصل بين القطعة والثاني، فموجود الفيديو على قناتنا. ولكن مثل ما قلنا العملي غير عن النظري اللي هو الرسم النظري اليدوي اللي هو على الورق مثل ما شفته بالفيديو الأولاني، في فرق. والآن بنبلش نقص المناطق اللي طلبنا ان نفرقها، طبعا بالمنشارة، انا منشارة الدوران بقصها معك، فريزة تقص فيها معك، مشرط بنفع اللي بدك اياه انت حر، شو الموجود عندك عده اشتغل فيها. لا تعتمد دائما، انا بحكي لكم لا تعتمدوا على العده اللي انا بشتغل فيها، اشتغلوا بالعده اللي انت بتكون موجوده عندكم. شوف الدائره ما اجملها، دائره دخلت الدائره، تعجق شوي على فكره ولكن حلوه كثير. والان بنبلش بالمرحله ما قبل النهائيه اللي هي بنرجع بنجيب زوايا مشفرة وبنركبها على الشرشف. شوفوا كيف الإنارة المخفية مبينة معاي المنطقة اللي بدنا نخفيها. طبعا الأمريكي دائما بيكون أكثر من 5 سنتي يعني كشرشف، بيكون يده مبينة الإنارة المخفية. الإيطالي أو الفرنسي لا، بيكون بس 5 سنتي، بيكون الشرشف مبين، وهم الأمريكان أقرب لعمل البروفايل. والآن بنركب اللي هي شرشف الإنارة المخفية، شايفين أنا مركبها كاملة بدون تشفير، فبدها شوية دقة يعني، عشان هيك بكون الواحد شغال فيها بحذر. الله يفرجها علينا وعليكم، إن شاء الله أنه يكون هذا العمل خالص لوجه الله تعالى، وإن شاء الله أنه يتعلموا الشباب ويستفيدوا من هالشغل، لأنه هاي عبارة عن وظيفة أو مهنة أنت بتتعلمها بتشتغل فيها، صنعة إشي كثير مهم. وإن شاء الله إلنا وإلكم الأجر والثواب إنه تنشروا الصفحة، تقووها بطريقتكم. إذا في عندكم محبة لسيف، في محبة لسيف عندكم إنه تساعدوه بنشر هالقناة، خلينا نستفيد منها القناة كلها يعني. أمانة الله أنا إلي سنين منها والله، ما يعني ما في دولار 2 دولار ما رابحها من كل. بدنا نستمر، بدنا نشتغل، بدنا نجيب إشي أقوى. لكن وضع اليوتيوب ترى على فكرة يا أخوان أو الفيس أو مش كثير يعني، مش مثل ما بقول لكم أنه والله هذا بطلع فلوس أو بطلع، صدقا ما بطلع، صدقا أنا بحكي لكم صدقا ما في. ولكن إحنا بدعمكم بنشركم بشهركم لها القناة بحيث أننا نقدر نشتغل، وسواء استفدنا ماديا أو ما استفدنا ماديا أنا مستمر مع الجميع، لأنه الدنيا ما بتغني عن الآخرة. ومثل ما علمنا شباب بالمئات عمليا وعلى الطبيعة، لا بنعلمهم بالفيديوهات، وفيديوهات واضحة جدا إن شاء الله، وبتتعلموا منها 100%. هيك بنكون كملنا وأنهينا شراشف الإنارة المخفية. بعتقد إنه هون خلصنا هالفيديو وإحنا مستمتعين، ومرق الفيديو بكل سهولة وإحنا مش منتبهين عليه، ولكن كان الفيديو ممتع جدا، فتنا عليه بالتفاصيل تفاصيل التفاصيل. إلكم مني أنا سيف الكردي كل الحب والاحترام، بنشوفكم على الفيديو الجاي إن الله حيانا. السلام عليكم، بس لا تنسونا من دعاكم. يلا سلام.